ماشي. ودي اول باتل فيها باتل رابر يختار ان هو اللي هيبتدي. فعايز اسمع دوشه، تعالى بس يا عم عايز اديك عايز اسمع دوشه عليا النادي السمير. لا جدعان، لا جدعان، عارفين قرصان ده العبيط قرصان، عايز تراب تعالى لي انا هديك قرصان، بس انا اقطعك صاحب انا خياطك زي كده ما تقول ده تفصيل ومسان زي اللي بلبسها حلك انا بقل منك. ايوه ثانية هفكر لك، تعرف تعمل سيلابلز ورايمز زي عالبيت؟ لا ما فكرش يا اسطى، شيت مش عارف انا بقول ايه اصلا. ياو قال لك افصلك زي القمصان اللي بلبسها، القميص اللي انت لابسه مش رابر انت نينجا. لحظة شكلك بجد بتتوتر، نادر اصلا اخويا وانا ما كنتش عايز الباتل من اصلا عشان خاطر انت زميلي، انت دلوقتي اللي اخترتني فانت اللي بتجيلي، انا بجد اهين زميلي. يو انا نينجا فعلا بس تحس اني ياباني في المراية. ايو انا نينجا من اليابان، العالم ابيض انت الاحمر في الملاية. صاحب انا انهيك هدي اي بيت او اي تيمبو انهيك، بس الكبير جماهير اي حد جديد او قديم انهيك. ياو على دايما عليه بتغلب اصلا من بولاء يابان مسايكب فاهم، على طول دايما بيكون نايم، اهم حاجة دلوقتي انك تكون جدع فاهم، بس مش لازم قالك تعرف تعمل رايم، انا دلوقتي هديله اكتر من بنش لايت، هو مش حمل الفايت اصلا انت دلوقتي بتتكسر. ايه يا عم لورد عمال تزقني، تعالى يا حبيبي ايه ده بلاش تتوتر، سيبني حبة يا اسطى في دور بينا، بس عادي لو جاي بدل او هتعاقب في الحالتين احط عليك مش محتاج تفكر. ايوه صاحبي الناس دي جايه تسمع نادر، صاحبي مثلي على الشباب اللي بتتاخد، بس بالنسبه لي مش فارقه هفضل جوله ورا جوله في راب او شارع. لحظه بجد يا لورد انت بتخليني اتلخبط، طب انا هراب وانا معقب، ما دام انت زعلان ان انا كل شويه بتحرك، تعالى على هنا انت النهارده هتتشرح معاك احمد القرصان، بجد حاسك خرمان، انا دلوقتي بعمل فيضان، الشباب مش هتعرف تعمل راب، انت يلا هفتحك النهارده زي البطرمان. ايوه تمام برات ثلاث مرات، مش ثلاث برات تمام مرات. ايوه هاخدك على السابتة 3 في 8 ب 24 براب في كل وقت عشان 24 على 7. طب حبة كده واسمع سقفة عادي بجوازلو عادي اي حد بيجيلي، بس بتيجي على موت مش فارقلي عشان صاحبي نادر كان جي الشو، انا براب حتى لو جاي على ايه جاي على موت. قالك مش عارف ايه كده شوية ارقام ورقم 7، هو ده يا رابر يا جدعان ولا ايه لحاسبة؟ دلوقتي انا بجد جاي حاسبك لحظة عشان خاطر دلوقتي هتموت، بجد انت مش عارف تفوت عشان انت هتفوت، بصوا على قفاه ببدل مش راجل ببدل عنكبوت. طيب عايز اسمع دوشة عالية للي اديك ده اتيتيود باتل رابرز، دي بريفورمانس باتل رابرز، ناس واقفة بتفري ستايل على الستيج ما يستحقوش ان بعد كل ده يسمعوا النويز دي، عايز اسمع لهم دوشة عالية. طب انا عايز اسمع رايكم ايه؟ مين؟ قرصان؟ نادر؟ قرصان؟ لا جهة الشهداء مش سامعكم مش سامع. جامد 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 كده كده لسه في الراوند التاني، انا بضحك عليكم كل مره. قرصان جاهز؟ هلا ابدا فات سام جو اقول لك ايه يا زميلي خلاص واضح ان انتوا ما شفتوش العنكبوت، انا ما بفكرش وانت دلوقتي قدامي مضغوط معاك احمد القرصان يا الفوت، هنا دلوقتي هفضل فري ستايل من هنا لحد بكره، اللي جدع فيكو يشاوت اوت شوبرا، بجد انا دلوقتي انت بتتقدر
خليت زمايلي حيوني مش بهزر. انت بتيجي قدامي بتقف ورا بتتقدر بتتبصر. عليت شويه وانا بعمل اتيتيود، بسكت شان تحسه مقطع بس كيوت، ميكس مش مظبوط بس عادي مش فارقه، اكيد هيموت عشان كنت مجمع له بور بس نسيت. وانت بتكتب ايه؟ هو انت بتراب ليه اصلا؟ عادي ممكن تسيب الايفنت تقعد على الناصيه، اكيد بتضيع وقتك، روح قد وقت يا اسطى عشان ببساطه انت محتاج توفر. ولا احسن لك روح لك شوف لك حياه، انت اصلا ما تنفعش تعمل باتل راب، انت جاي من اسكندريه بس انا دلوقتي للاسف بهين اعز الناس. ايوه مش من بولاق، اسكندريه الباتل زون عمل فيها الهلفوت وما جالناش. دلوقتي انا يا ساموراي بوريك الراب وبهزق صحابه، بهزق صحابك كمان. صم مجنون سيبوه هو شويه هيموت، قال لي الرجل العنكبوت ده الرجل الحبلكوت. مش محتاج اتكلم، لا مش محتاج اتكلم، انا ممكن ابدلك باتيتيود عشان راجل عنكبوت، فتاخد واحده تثبت كده مكانك. انا هعمل لك فريز بس ده فري ستايل، انت تيجي على البيت هنهيك سايد تايم. انت قدامي مضغوط، قالك مش الراجل العنكبوت، انا مش جايب لك طلقه صدقني يا زميل، انا النهارده جايب لك معايا حاجه، جايب لك لبوس فاهم، انا اللي هفوز. انت هتتسفلت قدامي وعلى وشك هكروز. عايز اسمع لهم دوشه عليا هما الاتنين. الله الله صدقوا طلع، صدقوا طلع. طيب نرجع للجاجز. عايز اسمع دوشه عليا الكرسان. الله الله على الروح الرياضيه. ممكن حد يجي هنا وحد يجي هنا. تشيني خد اكرسان، اكرسان انت واقف، تعال هنا يا اسطى جنبي يا اسطى. جورج فوت بعد 3 2 1 فوت. انت ايه نادر؟ عايز اسمع دوشه عاليه النادر.